نذكر الآن سوف نبدأ العروض. كما نذكر أن بالنسبة للسحوبات على الآيفون سوف توزع المدرجات الأمامية اللي في مدرجات اليسار. الرجاء الانتقال، ما زال هناك أماكن فيها سعة إن شاء الله. اللجنة المنظمة تقول جميع سحوبات الآيفون حتوزع على الأرقام في المدرجات الأمامية. لو سمحتوا اللجنة المنظمة النسائية التعاون معنا لبدء الفقرات. إذن نرحب بالجميع في هذه الليلة الماتعة بالجمهور الأعزاء اللي حضروا لهذا اليوم، كما نرحب أيضا بالمتابعين اللي انضموا معنا الآن عبر البث على الهواء مباشرة على قناتنا عبر نايل سات قناة أطفال ومواهب، وأيضا عبر اليوتيوب يتابعنا الكثير الآن ليشاهد هذه الليلة الختامية الرائعة، يشاهد الليلة الختامية من فعاليات مهرجان العسل الخامس بالعدابي. وياكم نبغى حماس اليوم، نبغى تفاعل ليكون الحفل يظهر بصورة جيدة. نبدأ وإياكم أولى الفقرات بمشاركة فريق أطفال ومواهب وزهرات من العدابي النحلات الرائعات. نسمع لهم أقوى التحية، نسمع فوق. كلمات عانقها لحن نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. أطفال ومواهب نحن، كلمات عانقها لحن نجدو حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا. نرحب بالجميع مرة أخرى ونعود إلى البث المباشر ونحيي جميع الجمهور المتواجد اليوم ما شاء الله بكثافة في جميع المدرجات. شكرا لهم من القلب. اليوم ليلة ماتعة، تنوع في البرنامج، فرق مشاركة. عندنا فرقة ساري اليوم مشاركة معنا من ضمن الفعاليات، سحب على الآيفون حيوزع بمشيئة الله الأرقام بعد قليل على المدرجات، وسحب على جوال آخر مفاجأة إن شاء الله. إذن ألف أهلا وسهلا بمشاركة زهرات من محافظة العدابي، وأسمع لهم أقوى التحية. ألف أهلا ثم سهلا وتحية، بضيوف وبجمع قد تحية. ألف أهلا ثم سهلا وتحية، بضيوف وبجمع قد تحية. الله 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 الله. أطفال ومواهب تهديكم هدية بخالص التحية، معطرة زكية تهدى بالسلام. أطفال ومواهب تهديكم هدية بخالص التحية، معطرة زكية تهدى بالسلام تهدى بالسلام. هي اقطرية روضة الروض ندية، وغردية نورس الخير شدية، وتعالوا نرسم الحب سويا. الله 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 الله. يا اقطرية روضة الروض هدية، وغردية نورة
مدارس الخير شديدة، وتعالوا نرسم الحب سوية. الله 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 الله. أطفال ومواهب تهديكم هدية بخالص التحية، معطرة زكية تهدى بالسلام. أطفال ومواهب تهديكم هدية بخالص التحية، معطرة زكية تهدى بالسلام تهدى بالسلام. وصلاة الله تغشى النور طه، وسلام طاهر أبدية. وتعالوا نرسم الحب سوية. الله 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 الله. وصلاة الله تغشى النور طه، وسلام طاهر أبدية. وتعالوا نرسم الحب سوية. الله 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 الله. أطفال ومواهب تهديكم هدية بخالص التحية، معطرة زكية تهدى بالسلام. أطفال ومواهب تهديكم هدية بخالص التحية، معطرة زكية تهدى بالسلام تهدى بالسلام تهدى بالسلام. نسمع أقوى تحية. وش هالجمهور الرائع، وش المتميز اليوم. إذن خلونا نشكر أطفالنا الرائعون اللي شاركوا معنا، والزهرات من العذابي، أسمع لهم أقوى تحية. يا أولاد يا بنيات، يا أولاد يا بنيات، يا حلوين يا زينين، يا حلوين يا زينين، يا حلا. الوطن جنة فيه نتغنى، استعراض زهرات أطفال ومواهب. شكر للأطفال الرائعين، نسمع لهم تحية، بالله والله يستاهلوا. جنة
يستاهل أقوى تحية. وطني أنت الهوى. نذكر نرحب بالسادة المتابعين اللي انضموا معنا عبر البث المباشر سواء عبر نايل سات أو عبر اليوتيوب. كما نذكر عندنا اليوم فرقة ساري عندهم فقرة مميزة إن شاء الله هتكون معنا في البث المباشر من أبناء المحافظة الرائعين. ما شاء الله تواجد الجمهور اليوم بكثافة وما زال شايفين المداخل ما شاء الله تبارك الله. شكرا للجميع للحضور في هذا اليوم المميز لتكون هذه الختامية ختامية مسك رائعة بتواجدكم أنتم جمهورنا الأعزاء. في أثناء الفاصل الأول سوف توزع أرقام للجمهور للسحب على الآيفون وجوال آخر مفاجأة في هذه الليلة. إذن نواصل الفعاليات مع فريق أطفال ومواهب. تحية آخر فقرة في العرض الأول لأطفال ومواهب نشيد جونا ضيوف منوروا دارنا أداء المبدعة رفيفة الحيدري.
كما نذكر أن العروض مستمرة، هناك فعاليات، سحوبات، هدايا، هناك أيضا مشاركة لفرقة ساري بعد أطفال ومواهب. هذه الليلة متنوعة في البرامج الرائعة. هناك السحب اليوم على الآيفون، اللي تابعنا عبر البث المباشر وقريب من العيدابي يقدر لسه يجينا ويلحق العروض لسه هذا العرض الأول لأطفال ومواهب. جونا ضيوف ونوروا دارنا. جونا ضيوف ونوروا دارنا، أحلى ضيوف وأغلى فرحة لنا. جونا ضيوف ونوروا دارنا، أحلى ضيوف وأغلى فرحة لنا. عليهم سلمنا هلا وفيهم رحبنا هلا. حي الله يا ضيوفنا، حي الله يا ضيوفنا. لما يجينا الضيف من طبعنا نحييه، هذه عوايدنا، بأروع استقبال نقف نرحب فيه. أهل الكرم إحنا، متوارثين الطيب والجود يسالفنا. عليهم سلمنا هلا وفيهم رحبنا هلا. حي الله يا ضيوفنا، حي الله يا ضيوفنا. جونا ضيوف ونوروا دارنا، أحلى ضيوف وأغلى فرحة لنا. جونا ضيوف ونوروا دارنا، أحلى ضيوف وأغلى فرحة لنا. عليهم سلمنا هلا وفيهم رحبنا هلا. حي الله يا ضيوفنا، حي الله يا ضيوفنا. الضيفي يلقانا في الخدمة تساعين، هذه عوايدنا، نسمع أقوى تحية. إذن تختتم أطفال ومواهب الفقرة الأولى لهم، ونستقبل إياكم الآن المشاركة الأخرى لفرقة ساري لهذه الليلة من هنا من مهرجان العسل الخامس بالعدابي. لسه الفقرات في البداية، ولسه أطفال ومواهب عندهم مشاركة. اللي جالسين خلف المدرجات من النساء والرجال، هناك مدرجات مخصصة، ما زال هناك أماكن. اللي حابين يحضروا معنا بقية الحفل، لسه الحفل في البداية، لسه الفعاليات في البداية، وعندنا اليوم سحب على آيفون وجهاز آخر مفاجأة مع الآيفون إن شاء الله. أطفال ومواهب من اللي جدها، أطفال ومواهب الكل يحبها، أطفال ومواهب.
نذكر متابعينا في البث المباشر أننا متواصلين معكم هذا البث مع مشاركة لفرقة ساري الآن. فرقة الساري. حكل السحاب
طموحك للسحاب والحسود المعتدي ما حسبنا له حساب دامنا نحكم بحكم الشريعة والكتاب عم خير المملكة والوطن زاد اقتصاد تنمية وسط البلد والشعب ظن بها لا 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 تنمية وسط البلد والشعب ظن بها شعبنا الشعب السعودي تحت حكم الملوك حافظين حدودنا من الفواسم للتبوء بالولاء والعهد يا ملكنا قد بايعوك دون حد المملكة كم تمنينا الشهادة دون أرض غالية بالأمن عشنا بها لا 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 دون أرض غالية بالأمن عشنا بها شعبنا الشعب وين تحيتهم وين؟ أهل الكرم إحنا جايين على الترحاب حنا تعودنا عليهم إذن نعود لكم مرة أخرى الآن مشاهدي الأعزاء المتابعين لنا عبر البث المباشر الحي عبر قناة كل الأطفال نرحب بوكيل محافظة العدابي نسمع له أقوى تحية كما نرحب بهذا الجمهور الرائع الجميل اللي حضر لهذا اليوم الآن العرض الرئيسي حيبدأ متواصل أطفال ومواهب ثم فرقة الساري ثم السحب الذي ينتظره الجميع لحظات ويبدأ توزيع أرقام السحب نرحب وإياكم بزهرات أطفال ومواهب وأسمع تحية قوية كلمات عانقها لحن نجد حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا أطفال ومواهب نحن كلمات عانقها لحن نجد حتى يقف الزمن يتمايل فرحا وسرورا يا هلا بغل الحبايب ضمن الأناشيد الترحيبية التي يقدمها فريق أطفال ومواهب نذكر المتابعين لنا عبر البث المباشر أننا بدأنا العرض للتو الآن حيث القريبين من محافظة العذابي باستطاعتهم لحق فعالية أو الفعالية الختامية لهذه الليلة Yeah.
ونسمع أقوى التحية. أضرار التدخين للمبدعة وسام عقيل، نشيد تربوي. ما شاء الله، اللجنة المنظمة الآن توزع الأرقام للكل بدون استثناء، لجميع الجمهور، لجميع اللجان، حتى الزهرات ما شاء الله ما قصر، أعطوهم أرقام للسحب. شكرا لهم من الأعماق. النشيد التربوي للأطفال والكبار تتكلم عن أضرار التدخين. نسمع أقوى تحية. بايعناك، بايعناك يا خادم الحرمين، من الأناشيد الوطنية لفريق أطفال ومواهب فيها تجديد البيعة لولاة هذا البلد. نسمع تحية لخادم الحرمين الشريفين ولي العهد، تحية قوية. بايعناك. بايعناك يا خادم الحرمين، عهدناك عهد الوفا والحين،
وين التحية؟ نسمع تحية قوية. النشيد الأخير قبل دخول فرقة الساري. هذه بلادي نبض فؤادي. يؤدي هذا النشيد النجمة دانا مدخلي. نسمع أقوى التحية. هناك طلب قبل أن نختم مشاركة الحمد أبو جبل. تعليم الأرقام، كيف يعلم الأطفال طريقة الأرقام؟ حمد جاهز؟ نسمع لحمد أقوى التحية. مرحبا يا أصدقاء، لقد حفظ حمد الأرقام من 1 إلى 10. هيا نردد معا. هيا. 1 1 2 2 3 3 4 4 5
نعدد معه الأرقام من 1 إلى 10 ولكن بالإنجليزية. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 هل تحبون أن نعيد ذلك من جديد؟ نعم. هيا يا حمد. هيا. معلو أقوى تحية وشكرا للجمهور الرائع اليوم المتواجد والمتفاعل مع الفعاليات. فرقة الساري تقدم لنا هذه المشاركة الرائعة قبل الفعاليات الختامية والسحب. جونا ضيوف نوروا دارنا، أحلى ضيوف وأغلى فرحة. مشاركة فرقة الساري من محافظة العيدابي. يا موطني يا منار الحق، يا خير الأوطان، يا مهبط الوحي، يا موطن كرام الصحابة، من أرض مكة نبي الله، نشر دين الإسلام، من أرض مكة نبي الله، نشر دين الإسلام، نشر دين الإسلام. يا لا 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 لا. واليوم في عهد سلمان الحزم والمهابة، منا تحيات وفاة صل قصر اليمامة، منا تحيات وصلت صل قصر اليمامة. فوق يلا تصفيق كل الجمهور فوق، حلوين يلا فوق ما شاء الله حلو. يا لا لا يا لا 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 ل
نسمع لهم أقوى تحية، يستاهلوا. إذن الآن اللجنة المنظمة تواصل معكم التكريمات والسحوبات الرائعة والجميلة، وشكرا لفرقة الساري على أداء الرائع.